السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الزبادي او كيكة اللبن الرايب. قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هقول لكم بقى على السر ان شاء الله اللي بحطه للكيكة بتاعتي، ده اللي بيخلي لونها زي ما انتم شايفين لونها فاتح كده وابيض وشكلها جميل. مكون موجود في كل بيت. نتبع كده الخطوات مع بعض. انا بعملها تقريبا يوميا، بعتمدها كده الطريقة دي على طول، مش بعتمد مثلا مكونات معينة او حاجة. لازم يكون فيها الاساسي بتاعها لبن رايب او زبادي، ولازم نكون مجهزين الفرن من قبلها، ده حاجة اساسية للكيكة. هبدأ معاكم الخطوات. هنزل باربع بيضات ومعلقة كبيرة من الخل. الخل اللي برضو ده سر من اسرار الكيكة. هنزل بالفانيليا مع البيض عشان نضربهم مع بعض الاول كده، والسكر. هعملها بالمضرب اليدوي، مش هحتاج خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة، بتتعمل على طول بسهلة وسريعة كده. هنزل بثلاث ارباع كوباية من الدهون، اللي هي نص كوباية زيت وربع كوباية سمنة. السمنة بتديها طراوة، ما بتخليهاش ناشفة قوي. لما بتكون بزيت المكون كله زيت بتكون ناشفة كده معاكي. هقلب كل الكلام ده مع بعضه. ده لبن رايب عندي، لو مش متوفر عندك اعملي الزبادي العادية اللي هي البلدي او الزبادي العادية، بتخليها برضو طرية. هفضل اضرب في القوام لحد ما يبقى بالشكل ده كده زي ما انت شايفين. وهحط معاها، انا دايما بحب ريحة البرتقال دايما كده في الكيكات، هحط شوية كانوا عندي في التلاجة. هجيب المواد الجافة هخلطها مع بعض، الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح زي ما احنا متعودين لأي كيكة. السر بقى في المعلقة اللي انا حطيتها دي معلقة نشا، مش بتأثر عليها ولا حاجة، بتخلي لونها أبيض على طول. وهحط البيكنج باودر بتاعي، هيكون محسن كيك مش بيكنج باودر. هنزل بنص الدقيق الأول كده وأقلبه لحد ما يختفي خالص. هي عاملاها كلها بالسباتيولا كده والمضرب اليدوي، مش مستاهله يعني اللي هي تتعمل في الخلاط او المضرب الكهرباء، وبتطلع جميله وقوامها جميل. هقلب من تحت لفوق كده علشان الهواء. هنزل بباقي كميه الدقيق. نوع الدقيق بقى حسب يعني انت تديها القوام لحد ما تبقى بالقوام اللي انت عاوزاه، يعني نوع الدقيق بيختلف زي ما اتفقنا في السوائل، لحد ما تديكي القوام. يعني هوريه لكم دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كلنا بنعرف نبطن القالب بتاع الكيك بسمنه ودقيق او بزيت ودقيق، او ممكن تحطي له زيت بس لو هو ما بيلزقش. وتاخدوا بالكم برضو القوالب اللي هي اللي زي التيفال والحاجات دي، ناخد بالنا ما نحطهاش في الفرن على طول، تبقى في نص الفرن. طلعت معايا الكيكه، حطيتها في فرن متسخن مسبقا، زي ما انتم شايفين طريه وهشه وجميله. جربوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم قوي. شوفوا قلبها ابيض وجميل ما شاء الله، وهشه وطريه من قلبها جميله. هقطعها كلها، بتبقى حلوه بقى مع كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، شاي، اي حاجه المتوفر عندك. وما شاء الله بتبقى يعني ما يكون عندك اطفال ولا حاجه. ده كده شكلها النهائي، يا رب تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.